التطور التاريخي للصحة النفسية عبر العصور. طبعا الصحة النفسية زي ما احنا عارفين ان هو خلو الفرد او خلو الانسان من بعض الاضطرابات النفسية زي القلق وغيره من الامراض. يعني الانسان الصحيح اللي هو بيقدر يميز بين الاشياء وبيقدر ان هو يكون ناضج جدا في حياته الاجتماعية وحياته العلمية، ده بنقول عليه ان هو ذو صحة نفسية. اما غير كده فبنطلق عليه بان هو انسان عنده اضطرابات نفسية او ليس لديه صحة نفسية. والتطور التاريخي عبر التاريخ للصحة النفسية، هنبدأ بالحضارة المصرية القديمة والهند والصين. دي الأقدم حضارات كانت موجودة في العالم ده. كانوا بيفسروا الصحة النفسية للفرد بأن هي بعض العلل اللي بتجي للإنسان من الخارج، وكانوا بيفسروا كده بأن بيقول لك إن في شياطين وفي روح شريرة تسكن الجسم عشان يقدر إن هو بيبدأ إن هو يصدر بعض التصرفات الغريبة أو بعض الحاجات اللي هو مش معتادين عليها، فعشان يقدر إن هو يرجع الإنسان ده لعاداته الصحيحة وتصرفاته الصحيحة بيبدأ إن هما يطلعوا منه الأرواح الشريرة دي، يا إما عن طريق بعض العمليات الجراحية أو بيعملوا عملية في المخ وبيبدأ إن هما يطلعوا بعض الدم الفاسد ويقدر إن هما يخرجوا الأرواح الشريرة دي. دي بالنسبة للحضارات القديمة. لو جينا لحضارة زي الحضارة اليونانية، طبعا الحضارة اليونانية أحدث بكتير من الحضارة المصرية والحضارة الهندية والصينية، فطبعا بدأوا إن هما يطوروا وبدأوا إن هما يستخدموا أسلوب علمي حديث في تفسير الاضطرابات النفسية اللي بتحدث للإنسان في الوقت ده. قال لك زي عالم زي أبو كرات، قال لك إن الاضطرابات النفسية دي مصدرها داخل الجسم. قال لك إن الجسم بيتكون من أعضاء والأعضاء دي بتتضرر وبتتعب، فبسببها بيبدأ يكون عند الإنسان بعض الاضطرابات النفسية. اكسجين وحاجات زي كده. بقول لك برضو جسم الانسان بيتكون من بعض الاعضاء زي المراره وغيرها من بعض الاعضاء الداخليه. فبيقول لك ان بعض الاضطراب، بيقول لك زي الانسان ما بي... زي ما البيئه او الطبيعه بتتكون من ماء وتربه وهواء، الاضطرابات النفسيه اللي بتحدث للانسان للنفس الغير عاقله. يعني بيقول لك ان الانسان عنده نفس عاقله ونفس غير عاقله، فالنفس الغير عاقله دي هي مصدرها الاضطرابات النفسيه عند الانسان. دي بالنسبه للعصور القديمه اللي هي الحضارات القديمه. أما لو جينا للعصور الوسطى ورحنا لأوروبا، فهنلاقي التخلف العقلي وهنلاقي التفسيرات اللي هي غير عقلية أو غير منطقية في الوقت ده في العصور الوسطى لدى أوروبا، لأن كانت الكنيسة مسيطرة الوقت ده على كل الحاجات اللي موجودة في الوقت ده، فعشان كده كان لتفسيراتهم غير منطقية، فكانوا بيعتمدوا على الشعوذة والدجل والتفسيرات اللي هي كانوا بياخدوها من المصريين القدماء وطبقوها عندهم. بيقول لك إن مصدر الاضطرابات النفسية عند الإنسان إن هي الأرواح الشريرة والسحر والشعوذة وغيره من الكلام الغير منطقي ده. أما لو رحنا بقى للشرق في الوقت ده في العصور الوسطى، هنلاقي الحضارة الإسلامية. فطبعا الحضارة الإسلامية بدأت تطور المعلومات اللي وصل ليها المصريين القدماء، وبدأوا إن هم يتوصلوا لطرق منطقية وطرق عقلية جدا، وبدأوا إن هم يعتمدوا على أسلوب علمي حديث جدا في تفسير الاضطرابات النفسية اللي هي بتصيب الإنسان. وقال لك إن الاضطرابات النفسية اللي بتصيب الإنسان دي مصدرها عوامل كتير جدا. زي مين العالم اللي بدأ يفسر الاضطرابات النفسية دي؟ ابن سينا. ده طبعا ابن سينا بذل مجهود كبير جدا وكتب كتب كتيرة جدا في علم النفس والاضطرابات النفسية اللي بتصيب الإنسان في تلك الفترة. ابن سينا بدأ إن هو يعتمد على المنطق أو رد الفعل لدى الإنسان عشان يقدر إن هو يعالجه من ناحية النفسية، وبدأ يعمل مستشفيات زي المستشفى العقلية اللي أنشأها في الوقت ده في الفسطاط في مصر، وبدأ إن هم يهتموا بالمرضى النفسيين في تلك الفترة. طبعا في العصر الحديث اختلفت النظريات تماما عن العصور الوسطى والعصور القديمة. بدأوا يحللوا الكلام اللي هم وصلوا له ده كله في العصور القديمة والعصور الوسطى، خاصة في العصور الوسطى عند المسلمين في الآخر. بدأ ان هم ياخدوا النهج بتاعهم في العصور الحديثة وبدأ يبنوا عليها المدارس بتاعتهم والنظريات الحديثة اللي وصلوا ليها في علم النفس والحديث. وزي فرويد ده استعان بكتير قوي من النظريات الإسلامية او النظريات اللي حصلت في الوقت الإسلام في العصور الوسطى، وبدأ يبني عليها حاجات كتيرة جدا وتجاربه في المعامل بتاعته
حتى وصل بحاجات قوية جدا في علم النفس اللي هيبنى عليها نظريات يقدر يستعان بيها الناس في العلوم عشان حديثة. عشان كده عايز اقول لك ان الصحة النفسية مهمة جدا ان انت تفهم نفسك وذاتك بحيث ان انت ما يكونش واي اضطرابات نفسية. واي شخص ما يعانيش من عوامل الاضطرابات النفسية اللي هو الشخص اللي بيقدر ان هو يقيس بين الصح والغلط، اللي هو يقدر الشخص اللي بيقدر ان هو يبني حياة اجتماعية صحيحة، اللي هو بيكون ناجح في الحياة المهنية والتعليمية، فده شخص ذو صحة نفسية جيدة جدا. أما الشخص اللي هو ذو سلوك غير سوي أو غير جيد فده بنقول عليه عنده اضطرابات نفسية. وهنتكلم إن شاء الله في محاضرات جاية إن شاء الله زي مرض الاضطراب زي القلق وغيره من الأمراض النفسية.